اللي كان سد منيع للريال في عديد المناسبات وفي عديد المواسم. نعم. هنا نذهب مشاهدينا الاعزاء الان الى سانتياغو برنابيو، حيث هذا اللقاء بين ريال مدريد وقادش على مستوى الجولة 34. العديد من اللقاءات مشاهدينا الاعزاء عبر بين سبورتس. بعد قليل جواد بدا والشوط الاول من لقاء ريال مدريد وقادش. شكرا عبد العزيز النصر. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس في هذه الأمسية على إيقاعات الليغا الإسبانية في مراحلها الأخيرة. وهنا الحديث عن الجولة 34 والتي قد تكون الحاسمة في تقرير مصير لقب الليغا بالنسبة لنادي الريال مدريد في سانتياغو برنابيو. مدريد اليوم حاضر بهنا كرة وصلت عرضية خطيرة. خوسيلو حاول يتابع الكرة الماضية ولكنها مرت جانبية مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة قادش. هنا الانسلال وهنا الانطلاقة بلمسة مغربية. ياسين هنا انطلاقة بعرضية مثالي. هذه خطيرة والكثير من الأسماء الشابة المطالبة نعم بتحقيق الأفضل خدمة لنادي الريال مدريد. وصل حرة خوسيلو. هذه كرة من متابعة ناتشو الذي يتقدم مودريتش يراوغ ولكن بعد ذلك استماتة من دفاعات نادي قادش. أنا أتساءل يا موريسيو يا بيليغرينو هل بإمكان فريقك متواجد في التشكيلة الحالية؟ تسديدة صاروخية يمين منتظر الفرص القادمة من أجل لقب هنا في إسبانيا، لقب الليغا ولقب ربما آخر في الانتظار هناك في ويمبلي. يراوغ إبراهيم في اللقاءات القادمة سواء قادش. هنا البينية في اتجاه الخط، كرة أمامية على مشارف من حتى الآن متحركة لكن إبراهيم ممتازة. إبراهيم التغيبة خصيبة لا وجود لخطأ يقول خابير إيغليسياس في أنويبا. الكرة بعد ذلك تتحول إلى رمية جانبية. هنا نشاهد الأسماء الاحتياطية المتابعة سيبايو. هذه ممكن مرة جانبية كانوا قريبين من الشباك المدريدية. هكذا يتجرأ نادي قادش على مرمى ريال مدريد. هكذا كانت الانطلاقة وهنا جاءت اللمسة الأخيرة ولكن حسابيا في قادم الموعد الأندلسية على فكرة الميري في سانتياغو. هذه العام الثاني ركنية لوب الهجومي يعتمد كثيرا من لاديسما يرسل أمامية بعد ذلك لمن الحكم صفر خطأ لفائدة نادي قادش. لا زالت بعد ذلك تتحول ديرو في غضون السنوات القليلة قود من الزمن ليرى حدود هذه اللحظة. الحارس الأمامية لفائدة نادي قادش لوكا مودريتش. لوكا يسلك انتظار لعقبة مهمة. يا إبراهيم في اللقطة أندريد هنا الرأسية والإبعاد. الآن كامافينجا لازال يحافظ على الكرة بشكل ممتاز والحكم صفر خطأ. سأتجاوز نادي بايرن من أجل الحضور في نهائي ويمبلي. هذه اللقطة الماضية والتدخل اللي كان حاضر أمام اللاعب أردا. هنا ممكن جول صابرينو كان قريبا يا كورتوا. هذه الإعادة هنا العودة لأدير ميليتاو لكن مر عليه. هنا الانطلاقة هنا الهربة هنا الانسلال هنا المرتدة في المساحات. نعم كان ممكن يمرر صابرينو لكن ردة فعل ممتازة بخبرة السنين يا ناتشو في التايمينج الصح في المكان. كارفاخال كل ما اقترب لداني كارفاخال. الكراز يحاول مدريدية هنا بلمس لحظاتك الأخيرة مع السعودي أردا. التسديدة ولكن بعيدة يا أردا جولير. انشادوا تسديدات من خارج منطقة الجزاء بينما واحدة من مهارات إبراهيم العرضي بالكعب يتم تحضيره ناحية لعب إبراهيم في تدخل وهناك بطاقة صفراء. نعم كارت أصفر يأتي للاعب سالدوا
في هذه الأثناء. نعم خطأ وتدخل في حق لاعب إبراهيم دياس. أرضى في القائم الثاني ليتسما يسبق خوسيلو في اللقطة الماضية. هنا الإعادة، هنا الإعادة. شوف تشوس وهو إبراهيم دياس، واحدة من مهاراته لإيجاد الثغرة الركنية. من يتابع هي الكرة تمر عبر اللاعب ممكن جول فيها. جول مصيرك في هذا اليوم كمودريتش لوكا. فالي في الإبعاد ولوكا يعمل التغطية مرة أخرى، وفي النهاية الكرة تذهب مباشرة إلى رمية الجانبية. مجهودات توردلمنت، ولكن أيضا الريال الركنية مرفوعة الرأسية. مرت بسلام على مرمى كيا كورتوا. هنا مرة أخرى إسكالانتي، هذه الإعادة، مجددا الارتقاء لإسكالانتي، ولكنها مرت جانبا. هذه من زاوية أخرى، بحث عن القائم الثاني اللاعب الأرجنتيني إسكالانتي، لكن البينية ممكن. هذه عرضية، ولكن رجع كامافينغا إلى الركنية. كامافينغا إلى ركنية الآن. هذه الإعادة اللحظة اللي انطلق فيها نادي قادش، لكن أدوار مهمة يقوم بها كامافينغا على فكرة، في العودة، في الارتداد، في التدخلات، في افتكاك الكرات. ممتاز اللاعب كامافينغا. هنا لا ترفع الكرة في القائمة الأولى، يلعب لخوسيلو مرفوعة داخل منطقة الجزاء. هي على الطائر خطر. هنا كرة تمرر في أول هجمة مدريدية مع انطلاقة الشوط الثاني، بينما هنا الصافر إبراهيم قدم التسديدة مرة جانبية. أول كرة مدريدية مع بداية شوط المباراة الثاني. هنا لمسها ليدسما، تاني كارفاخال نقلت على مشاش من إبراهيم دياس على مسار الليغا. التسديدة بعد ذلك على جهه اردا جولير. اردا لقطه الماضيه محاوله للمجيم ابراهيم العرضيه، ولكن الكره الاماميه تغطيه ابراهيم. البينيه في اتجاه افرا. هنا لوكا مقوصه مدى كامافينغا المره الثاني، ولكنها تتحول مباشره الى الركنيه. نعم ركنية في هذه اللحظات لفائدة نادي الريال مدريد. استفاقة هنا مدريدية متابعة من فيكتور تحت عينه بحثا عن خوسيك. هذه دائما مسألة المدريدية. الكرة وصلت لكامافينغا، وصلت على جهة اليمنى العرضية لمن مودريتش إبراهيم العرضية. جول جوهرة. نعم بيلينغهام دخل من أول لمسة، سجل، دخل فسجل. إنه بيلينغهام، هذه هي عادة الكبار، عندما يدخلون يسجلون. بيلينغهام بطريقته يضع الكرة في المرمى. نعم ولكن شوف إبراهيم دياس، هنا صناعة مغربية أينما حضر. الكرام وأنا أستحضر بقي هنا العرضية والدفاع. يا عيني التحضير العرضية. خوسيلو هنا كان قريبا من نادي قادش. لوكا يمشي في الجهة اليسرى، ربما لو مر الريال الكرة، لكن بعيدة تماما. يحاول واحدة دي كامافينغا، الكرة الرأسية. كان قريب داني كارفاخال كان
قريبا هنا من الهدف الثالث. نعم هذه الإعادة مرة أخرى. مودريتش يرفع بشكل ممتاز وهنا المدافعون يحرس مر فينيسيوس على اللمسة. فيها جول فيها جول فيها جول فيها جول. بلاي ستيشن يا ناس، يستمتع الريال ويمتع الأنصار. هكذا النهاية السعيدة، هكذا النهاية السعيدة بجول خوسيلو. انتظر حتى الوقت البدل الضايع ليضع كذلك بصمته في هذه المباراة. من هنا كانت البداية ومن هنا أصلا. حلو قوي. يا بطل عايز تكسر الكرة اتخطفت من رجلي. شوت يلا بطل بقول لك شوت. انا شفت ميسي ما بيعرفش يشوت منين اصلا. يا ايه ده؟ هو مين اللي خدها وجري ده؟ انا؟ ايوه مش انا اصلا، بس هو خدها وجري مني. بص بيدخلهم جوه. بص خش خش. انا خلاص عندي رجلهم طويلة. بس انا احسن. كده مساعد ها صلاح. صلاح يلعب بيه. يلا بطل بصلاح يلعب بيه. اتفرج اتفرج. ايه 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 خده مساعد عشان ما تزنقش. على دماغك يا ابطال. ما هي على دماغي. طب انا هروح امسك دماغه اشوط بيها. فين الكوره؟ جوه عند الجماهير.